أتى في النهاية بعد أن طال الانتظار. حط الرحالة في قلعة البلاوغرانا بعد أن بدأ الشك يدب في النفوس. خرج من عاصمة بافاريا بعد أن فاز بكل شيء. وقبيل الختام اختار عاصمة كاتالونيا من أجل كتابة التاريخ خارج البوندسليغا بعد أن ارتدى ألوان الأصفر الألماني بوروسيا دورتموند، والذي فاز معه بالدوري الألماني موسمين وكأس ألمانيا والسوبر الألماني، ناهيك عن الوصافة في الشامبيونز ليغ أمام بايرن ميونخ 2012-2013. روبرت ليفاندوفسكي صاحب 34 سنة فاز بكل شيء مع فريق بايرن ميونخ بعدها، بعد أن صار الرصاصة بافاريا في شباك الخصوم. وعلى المستوى الفردي احتكر جائزة الهداف في ألمانيا، الحذاء الأوروبي وجائزة الفيفا لأفضل لاعب، ولم يفز بالكرة الذهبية لأسباب لا يعرفها إلا القائمون على الجائزة بعد حجبها في عام الجائحة وتسليمها لميسي العام الذي بعده. جوائز كثيرة وإنجازات أكثر لن يتسع المجال لذكرها، فقط من أجل أن يتضح لمن ما زال عنده شك أن البارسا حسمت أفضل صفقاتها رغم تقدم البولندي في السن. خروج ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بعد تمرده وإعلانه صراحة أنه يريد تغيير الأجواء، جلب ساديو ماني قد يراه البعض تعويضا في مركز الهجوم، إلا أن أرقام السنغالي التهديفية ضعيفة مقارنة مع البولندي، ما يجعل البعبع الألماني في حاجة لماكينة أخرى تسد مكان أفضل لاعب في البايرن في العشرية الأخيرة. لذلك تحدثت مصادر على إمكانية التعاقد مع الدون كريستيانو رونالدو، والذي يعد بديلا مثاليا للحماسة التي يظهرها من أجل لعب دوري أبطال أوروبا. إذا لابورتا في الطريق الصحيح بعد تعاقداته الرنانة لإرجاع البارسا إلى سكة الانتصارات والألقاب. تشافي لن تصبح عنده حجة بعد أن أوفى الرئيس القديم الجديد بوعوده لمدربه وجماهير النادي. بدائل شتى في جميع المراكز ولاعبون متمرسون على استعداد للسير بالبارسا قدما في جميع المنافسات. فهل يكون الموسم القادم موسم العودة للبلاوغرانا أم سيكون للمنافسين رأي آخر؟ طيب الله أوقاتكم. أبو غيث الساقي، كورة وبس. إحصائيات القناة تقول أن 50% فقط من المتابعين هم مشتركون بالقناة، وهذا أمر محبط نوعا ما. اشتراكك بالقناة لن يستغل أكثر من ثانية واحدة، لكنه سيزيد من إصرارنا وعزيمتنا لتقديم الأفضل والأروع في المرات القادمة بحول الله.